ونحصار اي غرك كي ثم وحقراني ذاك دي غدين فلانا يا دد رقاش هكي ارانا ناس شي خنطرت. يواصل سكان قرية بوقلال احتجاجهم للأسبوع الثاني على التوالي بغلق مقر بلدية إفليس بدائرة تكزيرت شمال تيزي وزو من أجل التنديد بتأخر أشغال مشروع ربطهم بشبكة الغاز والذي يراوح مكانه منذ سنة 2012. depuis 2012 يقعد الغاز تدارت النور مثل ما استدارت لي فيلاج يقلن سنيقس يسون اليمونتي لي فيلاج يقلن سدواس يسون اليمونتي نكوني انتراجو ذرغاز ان طلب من كنا في النظام من كنا الشعب في النظام ان كنا قلا نستد غير هلالي ان قاغو سمي ذي شتوا نسعى مغا نزمير نارا غير نزمير نارا اما لا كوير سعى الغاز نكوني ان طلب الحق النور جور الجزائريون اغداوين من كنا الجزائريون ايا رانا دار الغريق حسبنا نغدوليكي حسبنا شي قنطرت حسبنا شي قنطرت اشاك فوا ما ندير يوم بروجي هذا الدين ممكن أن نقيم به قرى. المحتجون وجهوا أصابع الاتهام إلى المصالح المحلية التي التزمت الصمت ولم تقم بدورها لمتابعة مدى تقدم المشروع بالميدان. وراش تبوث ندوستو الطفارة وراش ندغو النحارة أما الشاف الدائرة أما ظلول لا يغون لي زعان فورمي أما لي زيطرو تيليكون لي زعان فورمي. عاد شكان يختسين يخدامن أردين أرتدار أضخم يمان يمزن تسيونا ذروحون أضخي من ذا مسخريت مسخرين يسنو ذا تسوون ذاك يسنى الوقت في كل تقيم كني ورسن تسري حرام أدى ما دي دار حقنا. الشروق نيوز حاولت أخذ انطباعات رئيس البلدية حول مطالب المحتجين إلا أن هذا الأخير اعتذر لكونه منشغل بأمور أخرى.